ازيكم؟ عاملين ايه كل متابعيني وكل حبايبي وكل الناس اللي بتشوف فيديوهاتي؟ طب انتوا زي ما عارفيني وعارفين محتوايا، اي خبر بينزل او اي حاجه بتحصل، اي ترند لازم تعرفوه من عندي او من خلالي، فانت لو متابعني هتوصلك كل الاخبار. فالنهارده جاي لكم بخبر يمكن هو قديم شويه عشان حاصل من امبارح، بس انا قلت استنى عشان ابقى انا اخر واحد اتكلم فيه واعرف تفاصيل الخبر كلها. بس ثانيه واحده عليا كده، اشرب ايه شويه قهوه عشان اعرف اتكلم، عشان الخبر ده يعني ايه هيعجبكم. سمعنا من امبارح ان الفنانه المبجله منى شلبي اتمسكت في مطار القاهره بمخدرات. اه والله يمكن في ناس لسه ما سمعتش، بس انا حبيت اقول لكم يعني. تمام، لحد هنا والامور واضحه. طبعا الامن المصري المبجل بتاعنا على طول القى القبض على منى شلبي واحلوها للنيابه للتحقيق معاها. طب مش يمكن نكون يا جدعان ظالمين منى وبنلبسها تهمه مش بتاعتها؟ طب لقيوا معاها ايه بالظبط؟ تعال اقول لكم احراز القبض على منى شلبي في مطار القاهره وهي جايه من نيويورك. لقيوا معاها مخدرات. ايه المخدرات اللي لقيوها؟ تعال اقول لكم عليه. مخدرات يا منى، مخدرات. منى لقيوا معاها 12 طابع مخدرات وثلاثه البان حشيش، اربع طوابع حشيش واثنين منشط جنسي انثوي. طب انت هتاخدي منشط ليه يا منى؟ انثوي؟ طب ماشي. بس اللي بعده، بالاضافه الى منشط جنسي ذكوري لمئة. هو ده الكلام، هو ده الكلام. مادة فواحة مخدرة وكوكايين بطعم جوز الهند. لو بالتفاح كان هيبقى أحلى منه، كان هيبقى أحلى. طب إيه هي أقوال منى شلبي في اللي حصل ده؟ قالت إيه؟ أنكرت؟ لا، هي صريحة بصراحة وما أنكرتش. قالت أنا باخد الحاجات دي أنا وماما علشان نهدي أعصابنا. واحد ليمون يا ابني عندك؟ ماله الليمون يا منى؟ ماله الليمون؟ طب تعالوا نشوف عقوبة منى إيه. منى يا جدعان خرجت أو طلعت براءة بكفالة 50,000 جنيه، يا بلاش. اشتغل في المخدرات، اكسب نص مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون وتتقبض عليك، تطلع بغرامه 50,000 جنيه بس، يعني انت اللي كسبان. يعني الحكومه طلعتها براءه بغرامه 50,000 جنيه، مشروع مربح جدا جدا جدا. لكم التعليق.